والإخوان اللي عندنا كلهم متشوقين نسمع الأخبار من عندك بعد ما ربنا يبارك لك في منصبك الجديد، وصار لك الآن تقريبا شهر وشوي، أكيد صارت عندك بعض المعلومات، فوش عندك مشاعر قبل ما نبدأ بالحديث معك في القضايا المختلفة؟ الله يحييكم جميعا، واهلا وسهلا، سعيد بالالتقاء بكم. ويعني انا اليوم اقول دائما دكتور خالد والاخوان نتكلم بالصدق وبشفافيه وبوضوح. ترى ليس التنظير، وهذا اعيده واكرره، انه احنا شركاء، وهذه هدفنا اليوم. احنا في وكاله الاستثمار او في الوزاره هي دعم هذه الاستثمارات، لانه لها يعني انعكاسات لا شك تطويرية، انعكاسات اقتصادية، انعكاسات خدماتية. فأعتقد أنه إحنا شركاء، وإحنا هدفنا الأساسي وجودنا هو لتسهيل ودعم هذه الاستثمارات. يمكن ذكرت الدكتور خالد على موضوع إحنا من شهر وشوي، لكني زي ما قلت لكم سابقا وعيدها، اليوم انا ماني غريب على القطاع الصحي الخاص، ويعرف الان في اغلب التحديات والاشكاليات اللي موجوده فيه وتواجهه. وهذه حقيقه في بعضها له ما يبرره، وفي بعضها لا، ليس له ما يبرره اليوم. الاشياء اللي مبرره وحقيقه هذه نتفق فيها جميعا، في بعض التنظيمات اللي تقف عائق، ما أقول عائق، كانت في وقتها حقيقة مطلوبة لشيء معين، لكن مع التطور وتحول الخدمة لابد أنه مراجعة هذه التنظيمات وهذه التشريعات. وهذا الأمانة اللي يعني شرعنا فيه إحنا اليوم بمراجعة اللائحة والتفاصيل الخاصة بها لمشاركة القطاع الخاص، والهدف الأساسي منها وضع أكثر فلكسبيليتي وسهولة للآن الاستثمارات الموجودة في القطاع الخاص. هذا جانب بما أتكلم على التشريعات. اليوم الاستراتيجية اللي ننطلق منها إحنا في الاستثمار، وللأمانة هذه اللي اشتغلنا عليها خلال الفترة الماضية، ثلاثة ركائز أساسية عندنا. إذا سمحتوا لي بستغلق الباب. الركيزة الأولى اللي هي ما قبل أو فكرة الاستثمار الصحي اللي موجود، وهي طبعا نسميها الريجوليشنز والادفايزنج والاستشارات الخاصه بالمستثمر اللي يرغب استثمار معين. هذه يكون لها مجموعه من الزملاء ولها رحله معينه، بحيث انك تقدر تعطي المستثمر اللي يفكر في استثمار في مجال معين في القطاع الصحي اتحدث، انه يا اخوان انا ودي استثمر في المجال الفلاني، لابد نعرف نقول له ايش توجه الوزاره في المرحله القادمه من خلال التحول، ايش الاحتياجات، وش الفجوات، وش الجابز، وش الاحتياج، وين المناطق اللي بالفعل فيها احتياج اكبر. هذا فيما يتعلق باللجنه الاوليه اللي نسميها ادفايزنج كوميتي للمستثمر. تاتي مرحله ثانيه اللي هي نتكلم لها البروسيسنج، او اللي هي فيها التصاريح، وما التصاريح بعد ما اخذ قراره بالاستثمار في هذا المجال، والتصاريح واللايسنج والاشياء الخاصه به واجراءاته، وهذه برضو لها كوميتيز حتمر فيها. المرحله الثالثه وهي اللي نتحدث عليها الدعم والسبورت اللي يحتاجه المستثمر، بدءا من الحقيقه بعض المشاريع اذا كانت صغيره او متوسطه، او حتى مشاريع كبيره ولا زال التنظيم فيها للدعم الحكومي الموجود مع وزاره الماليه، وهذا ايضا فيه له فريق ثاني، بالاضافه للمتابعات الخاصه بال الحقوق المالية للقطاع الخاص في الوزارة أو خارج الوزارة أو مع الجهات الأخرى. فهذه الثلاث ركائز الأساسية هي اللي إن شاء الله حناخذ الأبروفل عليها كاستراتيجية للاستثمار وننطلق منها مع الاستثمار. نعكس هذا على كل الآن المشاريع والخدمات اللي موجودة في القطاع الخاص. واليوم كنت في لجنة قبل الآن هذه، وكنا نتكلم على التشريعات حقت الإخصاب وما الإخصاب، وأول شيء قلناه انه احنا العقم والاخصاب، قلنا يا اخوان خلونا في اي جايد لاينز تشريعات اخرى لابد اشراك القطاع الخاص معنا كشريك، لانه هو لا يوم ما يؤمن فيها حيبدا يلتزم فيها، وهو اللي يكون مدافع عن هذه التشريعات. فهذا بشكل موجز يا دكتور خالد دكتور عمر على الفتره الماضيه، وان شاء الله باذن الله لقاءاتنا يعني هي مستمره وليست وقتيه،
وتعرفون العمل دائما ديناميك وتطلع فيه اشياء وتتجدد اشياء فهي اللي تمشي عليه. واعذروني على الاطاله. دكتور ابراهيم، احنا كنا امس مجتمعين الحقيقه، ويبدو انها فرصه الان لتعديل اللائحه التنفيذيه للمنشآت الصحيه، وانتم اعطيتوا تايم الى يمكن 18 جون اساسا نحاول نعطي اور كومنت. شكلنا فريق عمل نحاول ان شاء الله نوصل لكم المعلومات قبل نهايه الوقت حتى نعطيكم ايش ملاحظاتنا على اللائحه، وايش نعتقد القطاع الخاص يحتاج السبورت فيه، حتى اذا صار في تعديل يكون متناسب مع تطلعاتكم وتطلعات القطاع الخاص باذن الله. دكتور ترى بقول لك 18 جون لانه اعرف انا انه اي عمل لابد يكون ما هو مفتوح، لابد يحدد له تايم لاين عشان ننجز. لكن هذا لا يعني اذا رايته، شوف احنا هذا فيفرت انا اللي اقترحها، حتى بعد ما تسلمون اذا في احد ممكن تقولون 2-3 تاسك من عندكم يكون في دايركت نيغوشيشن مع التاسك فورس الكوميتي اللي موجوده، فهذا ايضا يسعدنا ترى ما عندنا مشكله. بالعكس هذا شيء طيب، وشكرا لك الحقيقه انك تشرك القطاع الخاص بالنيغوشيشن. احنا بنحط ملاحظات ونحط تيم ايضا كمان يتابع معك ومع الاخوان لحد ما تطلع الصوره، يعني يكون القطاع الخاص على الاقل اوير اوف اني نيو ريجوليشنز ان شاء الله. هذه بادره طيبه لدكتور ابراهيم جدا الله يحييك. احنا على اساس ما نخلي الديوانيه مفتوحه، الدكتور عبد عندك كومنت ولا نفتح المجال للزملاء؟ ابدا انا لكم ترى الوقت ما ابي استثمر فيه الا لكم، انتم اسالوا وتكلموا وتحدثوا وانقدوا اللي تبغون، ابدا جاهزين. احنا الحقيقه بديت في الشفافيه واحنا شفافين يعني ابدا، والزملاء كلهم تعودوا على الشفافيه معكم ومع غيرك الحقيقه. احنا يهمنا ان الانسان يقدم الحقيقه الوضع الحالي والديفيكولتيز اللي موجوده وكيف نضع الحلول، لان بالاخير استثمار للوطن يعني مو استثمار بس للشخص الحالي. صحيح. تفضل دكتور عمر عندك تعليق. السلام عليكم، مساكم الله بالخير. طبعا بالبدايه ارحب يعني عن الاخوه المستثمرين بالدكتور ابراهيم، وشهادتي بالدكتور إبراهيم يمكن شهادة مجروحة، وأنا أقول فرصة يا أخوان أننا نستغل الدكتور إبراهيم لأنه من أهل القطاع الخاص وشاعر بوضع القطاع الخاص، وضع الاستثمار، المعوقات اللي حدثت بآخر سنتين بالاستثمار. شهادتي فيه فعلا، يمكن أول ما اتصل مباشرة برد على أي اتصال ويتابع أي يعني شيء يهم القطاع الخاص فعلا لي أو لجميع الإخوان. فعلا احنا الامس كان في لنا اجتماع، واحنا دائما نرحب بملاك المنشآت الطبيه، والغرفه هي بيت التجار، ونسعد بارائهم وافكارهم ونسعد بحضورهم معنا دائما. البارحه دكتور ابراهيم احنا عملنا فريق عمل من مجتمع من المستشفيات ومن المجمعات الطبيه والصيدلانيه والاجهزه الطبيه. أتمنى برضو دكتور إبراهيم من جهتك يكون متصل معك مباشرة بإيجاد فريق عمل من الوكالة للاستثمار لتيسير الموضوع اللي هو اللائحة التنفيذية، لأنه إحنا مشكلتنا صراحة باللائحة التنفيذية واضحة بالنسبة لنا، لكن مشكلتنا بملحقات اللائحة اللي دائما تطلع وما يكون عندنا خبر، ويكون معنا مشكلة أخرى مع إدارة الالتزام في الوزارة اللي كل يوم تطبق علينا غرامات نكون ما نلم فيها ولا هي موجودة صراحة باللائحة الأساسية يعني. فهي دائما هذه المشكلة اللي بالآونة الأخيرة كثرت جدا، يمكن لنا أكثر الأخوان سنوات طويلة ما جتهم غرامات مثل خلال السنة الأخيرة اللي جتهم غرامات متواصلة بدون التحقق مع أو استدعاء صاحب المنشأة والتحقيق معه كما كان في السابق. صراحة بالسابق ما أخفيك بالإدارة السابقة كان هناك أنه يتصل بصاحب المنشأة ويتعهد إن شاء الله بتلافي الملاحظات اللي موجودة بالمنشأة الطبية. الآن يعني نصطدم مباشرة في الغرامة اللي على المنشأة مباشرة، فندخل بمراسلة مع ديوان المظالم، وديوان المظالم نحضر الجلسة ومندوب وزارة الصحة أو المحامي أو الوكيل لا يحضر، فعدة جلسات تأخذ إلى 6 شهور. يطلبوا مننا إدارة الالتزام تطبيق هذه أو دفع هذه الغرامة، وبعد ما تدفع يطلع الحكم تسترد، فاللي يدخل ما يطلع يعني. فهذه من أهم يعني المعوقات اللي فعلا كانت أساسية وتؤثر على الاستثمار، ومعوقات الاستثمار اللي نعتبرها من المعوقات الكبيرة اللي اليوم
أقل وحدة يعني نتكلم على 80,000 و100,000 و50,000 يعني دائما هذه يمكن من ضمنها هذه كلمة 10,000 اللي هي عدم اكتمال سجل أو ملف المراجع أو المريض. فالملف الآن كله إلكتروني الآن صاير يعني. فهذه دائما تسجل أكثر المنشآت الطبية يتكلمون على هذه يقول هذه فاتحة الزيارة دائما 10,000. فأنا أفضل لو في فرق عمل من اللجنة الطبية أو من المستثمرين مع الوزارة هذه تسهل، لأنه أنت دائما ما شاء الله وكلك بركة شركاء النجاح، وإحنا يهمنا الموضوع ذا نرتقي في المنشآت الطبية. أشكرك حبيبي. شكرا يا دكتور عمر. أنا أقول الآن اليوم خلنا نكون واقعيين، صحيح كلامك اللي تقوله صحيح، اليوم في تحديثنا للائحة ليس فقط اللائحة بل مرفقاتها اليوم، وتكون موجودة وتكون بشراكة واضحة. على الجانب الآخر يعني أنا حتى خلوني أتكلم، ترينا من القطاع الخاص ولا أتكلم من الوزارة، في بعضها في يعني ما نبي إحنا لا إحنا ملائكة ولا القطاع الخاص ملائكة، في أشياء في مخالفات لابد يضع لها نظام ومخالفات نتفق عليها وكلير في 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 جانبها. لكن أتفق 100% فيما يتعلق إنه أنا قبل ما تخالفني يجب إني أعرف وش اللستة حقت المخالفات وش التنظيمات حتى أتجنبها. أنا أتكلم عليها وهذا ما نسعى له، ويمكن أنا ذكرت يمكن في اجتماعات سابقة ويذكر الدكتور خالد من البدايات وقلت شيء اللي يتعلق له علاقة، احنا طبعا احنا معاكم جهة ترخيص وجهة اعطاء تراخيص ودعم استثمار، لا يمكن احنا في جهة ثانية اللي هي الالتزام اللي تشوف على اكوردنج للنظام والتنظيمات المخالفات. اللي اقدر اسويه انا طبعا انه يكون في لقاءات مباشرة لشرح هذه اكثر مع الزملاء في الالتزام، ويكون ايضا لقاء زي ما يكون هذا اللقاء، ليش ما يكون في لقاء كامل مع الوكيل الالتزام ويوضع فيها حقيقة النقاط هذه كلها موجودة، ونعرف أنهم تفهمهم ترى شوف يعني لست دفاعا عنهم، ولكن للأمانة نفس الشيء يعني هم عندهم تاسك وعندهم تنظيمات تشريعات خارجها معناها مخالفة. فخلونا أول نصل إلى اتفاق أن هذه هي اللوائح وهذه تنظيماتها اللي نقرها، وبعد كذا تطبيقها ترى بالطريقة الفلانية الميكانيزمز اللي يطبق بطريقة فلانية. أنا أعرف أنه مو الهدف مجرد مخالفات بقدر ما هي أهمية أنه يكون فيه ارتباط والتزام باللوائح والأنظمة اللي موجودة فيها. فأتفق معك في هذه، وزي ما قلت لك اليوم للأمانة قلت للأخوان وإحنا الصباح شوف والله ما كانت في بالي، قلت أي الآن تنظيمات وتشريعات غير هذه يجب أن يشارك القطاع في الخاص فيها. وقلنا لما حددنا 18 جون قلت لكم اليوم أنه حتى بعد 18 جون قبل الفاينلز لابد أن يكون فيه جزء منكم موجود ترى بنناقشهم، هذه هي الفاينلز، نتفق نختلف على بعض الجزئيات لازم نتفق عليها في الأخير وتطلع يعني كلائحة، وبعدها ننطلق منها زي أبدا. ترى جاهزين حاضرين دكتور إبراهيم، ما في شك الكلام اللي قاله دكتور عمر مثل ما قلت احنا ما احنا ملائكة، ولكن كل ما كان فيه وضوح وشفافية كل ما كان فيه acceptance حتى للمخالفة إذا أنا خالفت. لكن الحقيقة اللي قاعد يصير أحيانا فيه اجتهادات شخصية أحيانا، وأحيانا لو أنا أجي وأحاول أدافع تلاقي بكرة الأخوان في الالتزام أو غيره يركزون على هالمؤسسة ليش. فوضوح التشريعات وضوح التطبيقات أعتقد أن هذا هيحل 90% من المشكلة، وهذا اللي إحنا الآن نسعى له في اللائحة التنفيذية إن شاء الله نحاول نعدل قدر المستطاع في الموضوع. من ناحية طلب الأخوان في الالتزام باللقاء نفس الشيء، إحنا أمس كنا متفقين إنه هندعو الأخوان في الالتزام للديوانية أو للقاء مفتوح بحيث إنه نطرح كل الإشكاليات الموجودة، وأعتقد الجميع يتفق على إنه إصلاح التشريعات تطلع نتائجها كويسة. صحيح بإذن الله. ضبابية التشريعات دائما تلقى المخالفات والأرجمنت أكثر. صحيح. نترك المجال للزملاء إذا حد عنده أي سؤال ومن الأخوان قبل ما ندخل في النقاط الأخرى. طيب الأساس الحقيقي يبدو أنه كمان الأخوان عندهم الصوت هو واضح أو لا، لكن أنا عندنا موضوع دكتور إبراهيم نطرحه أكيد الأخوة بيسمعون، قضية التخصيص. أنت كنت في مكتب الرؤية والتخصيص والآن انتقلت الاستثمار، طيب أعطينا وجهة نظرك الآن وين،
وعدتونا في التخصيص بأكثر من مبادرة ولا شفناها إلى الآن، وانتقلت إلى الاستثمار الآن. لا دكتور، دكتور الآن هي لا زالت تحت التخصيص، ترى دمج الآن التخصيص بالاستثمار، يعني الآن مشاركة القطاع الخاص. ووعدتكم نعم، وقلت لكم الخمسة هذه موجودة وأرسلوها في الإيميل اللي هي حتطلع في الأسبوع في السنة هذه، وقلت لكم أنه في استراتيجية للتخصيص للخمس سنوات القادمة. الاستراتيجية هذه عرضت على معالي الوزير وقيادات الاثنين الماضي، وأخذنا المباركة عليها. طبعا تأخذ خطوات أبروفلز مختلفة، اللي هي اللجنة الإشرافية للتخصيص، وبعدها مجلس إدارة التخصيص في 9 وزراء، عشان تبدأ يوضع لها التنظيمات والدعم المالي لها والمخصصات الموجودة لها. فاليوم أنا عشان أعرضها عليكم لما تأخذ الأبروفل من مجلس إدارة التخصيص. لكن اللي عندي حالياً واللي أرسلوها من ترى لقاءنا السابق، ونرسلها مرة ثانية لكم، اللي هو سلايد 1، إيش البرامج أو المشاريع التخصيص اللي حتنزل في 21، إيش هي ومتى ممكن تطرح الـ RFP حقها، متوقع الوقت المتوقع فيها واللي تحت الدراسة. هذه نرسلها لكم، وهي 5 وذكرتها، اللي هي المختبرات اللي هو في التجمع الصحي الثاني. طبعا الأشعة خلاص الآن، الأشعة حيطرح بعد الـ RFP خلاص، حيوزع على الشركات المتأهلة اللي اجتازت خلال الأسبوعين القادم. عندنا حيكون المختبرات، حيكون عندنا مستشفى سابق للصحة النفسية تشغيل، وحيكون عندنا مدينتين طبية اللي في الملك خالد، في الملك فيصل في أبها، والأمير محمد بن عبد العزيز في الجوف موجود. وحيكون عندنا بإذن الله تقريبا 210 مركز رعاية صحية أولية، بناء وتجهيز وتشغيل غير طبي. كل هذه المشاريع ما عدا الصحة النفسية اللي هو تشغيل، لأن سابق هي اللي تبني المبنى، وتشغيله الطبي المنتل هيلث اللي هو 300 سرير في الرياض. فهذه الخمسة هي اللي حتطلع إن شاء الله في السنة هذه بنهاية 21 إلى الربع الأول ماكسيمم من 22 حتطلع للRFP حقها. الاستراتيجية زي ما قلت في اللي هي للخمس سنوات القادمة إلين تأخذ الأبروفلز على حجم المشاريع، لكن حجم المشاريع كبير، في مجال الرعاية الصحية الأولية، في مجال البوست أكيوت، في مجال الإكستندد كير أو الرعاية الممتدة، في مجال ديجيتال هيلث، وفي مجال الكلاستر مانجمنت أيضا أو إدارة التجمعات. ممتاز. الموضوع الآخر الحقيقة اللي قاعدين يعني أتوقع أنه يحتاج إلى نقاش كبير، هي قضية منافسة وزارة الصحة في برايمري كير مع المؤسسات المتوسطة والصغيرة. الآن يعني دراسة تحت الدراسة مشروع تمله شركات التأمين للمجمعات الطبية، فكنا قبل بجهة تنافسنا، غير 3 جهات تنافسنا. الله يعين قطاعات، لأن الحقيقة أمس كان واحد من الأسئلة المطروحة من واحد من الأعضاء في لجنة الرياض، يقول هل وزارة الصحة يعني مهتمين بالاستثمار وتطوير المجمعات الطبية الخاصة الآن، ولا هم ما عندهم هنية في يعني زيادة الاستثمارات فيها، لأنه التنافسات اللي موجودة صارت في سير الحقيقة، في ناس للبيع وفي ناس للطرح. طبعا في موضوع آخر حيجي بنفس السياق، اللي قضية الآن الاستحواذات اللي قاعدة تصير بالسوق الآن من شركات كبرى لمجمعات طبية وإلى مستشفيات، أيضا في فكرة الاندماجات اللي موجودة الآن بشركات التأمين وأيضا موجودة في البنوك. فيبدو أنه هذا كمان ترند واضح أنه يفكر في الاندماجات، وهل وزارة الصحة عندها أي تصور لنا مثلا، خاصة أنها أغلبها فردية أو عائلية، تلقى صار لها 30 سنة قائمة الآن، مو واضح لهم الحقيقة اللي ممكن إيش ممكن يصير خلال 2 سنوات قادمة. فأكثر ما نرجع لمن هو الشريك الاستراتيجي، وزارة الصحة. فنبي your comment on this thing. دكتور أمرين، الأمر الأول فيما يخص بشركات التأمين،
والآن أنها تكون أيضا لها مراكز طبية، هذا ما بعد أصلا أقر. يعني خلنا نقول هي فكرة أنه ترى في جهة من جهات التأمين بالنسبة لها على البرايمري كير معطل لها، وأغلب الكوست عليها يجيها في سكندري وتيرشري وكوست عليها. فكانت هذه الفكرة اللي طلعت اليوم. عشان أكون صادق، يعني هذا نقاش يمكن كان لنا مع الضمان الصحي، وكانت وجهة نظرنا إحنا يعني في الوزارة أن هذا يجب أن يدرس من كل الجهات بما فيها القطاع الخاص على طاولة. وش الإشكاليات؟ أنا أتفهم إشكاليات شركات التأمين أيضاً، المنظم والممول للخدمة كجزء كبير ما تبغاه بعد يكون بانكربتد ويطلع من السوق وتصير عندك إشكالية في تقديم الخدمة. أيضاً على الجانب الآخر ما تبغى مثلاً المنشآت الطبية اللي هي الآن خل أقول لك المتوسطة ولا بعض حتى على المستوى الكبير تتأثر من ذلك. طيب إيش الحل؟ الهايبرد سوليوشنز كان في اقتراح أنه ترى كثير من الشركات ما فعلت البرايمري كير سيرفيسز اللي موجودة عندها، وهذا ترى نقطة مهمة جداً اليوم في السوق. وخل أقول لك إياها، أنا من واقع القطاع الخاص ما كان هذا يفكر لعدة أسباب، لعل أهمها أنه هذا مو من الريفينيو جينيريشنز والفوكس عليه في الفترة الحالية اللي موجودة، لكن لا يتطلب أنه يركز عليها في المرحلة القادمة. فستل إجابة على سؤالك، استل ما بعد أقر شيء، والكومنت حقتنا قلنا ما يقر شيء مع CHHI اللي يكون فيه أيضا نقاشات ولقاءات مع القطاع الخاص، وهذه كونسينز أيضا أنا ترى رفعتها بالنسبة عنكم لما كان فيه النقاش وأنتم يمكن ما حضرتوا، لكن أنا أقول لكم اللي صار في النقاش. متفهمين الأخوان في الضمان الصحي ويبغون يأخذون وقتهم في دراسته وش البرونز والكونز وش اللي يتأثر والأسد. يعني اليوم أنا ديفندر لكم علشان ما نخسر، برضو هم ديفندر للشركات التأمين عشان ما أكزت اللي موجودة عندهم. فصايرين الآن إحنا في ليس اختلاف أو خلاف، مجرد أن نطلع بسوليوشنز يخدم الجميع. وحتى يمكن كنت أكلم اليوم أخوان وأضرب مثال ولحد قريب اليوم قلت هل يعقل يعني أنه يعني معليش كشفية الطبيب بعشرة ريال؟ لا يمكن يا أخي، اليوم أنا ما اقتنع بها. إذا قلنا اليوم الحل أكثر بياخذ 20 ريال، شلون يجي كشفية الطبيب بعشرة ريال؟ فبرضو حتى يكون فيه ريفيز بالإضافة للسكوب حق التأمين، هل هو يضم العقم ونضيف ايضا بعض السيرفيسز اللي موجوده. ففي زي ما قلت لكم تحديات حتى من الجانب الاخر، يعني ترى لهم وجهه نظر فيها، لكن ثق يا دكتور انه قلنا لابد انه يكون في نقاش كبير مع القطاع الخاص فيما يتعلق بهذا الجانب، ولا بعد اقر شيء يعني. وصحيح ما اقر، لكن اندر ديسكشن الان، واحنا طبعا قاعدين نناقش مع الضمان الصحي، ولكن أيضا نحتاج وجهة نظرك هذه بالنسبة لنا تكون داعم آخر، لأنه بالأخير لابد يكون لا ضرر ولا ضرار. كمان أيضا أنه تقفل بعض المنشآت الصغيرة المتوسطة من قبل شركات التأمين للمنافسة، أعتقد أن أمفيل واحد قام صار له 20 سنة والآن ما استطاع أنه يعني تمشى مع الأنظمة الجديدة أو الضغوطات اللي قاعد تصير عليه من شركات التأمين، مثل ما قلت كشفية 10 ريال 15 ريال، يعني ما حد يدفعها يعني الطبيب، ولكن هذا الواقع ونتمنى انه يتصلح، واحنا قاعدين مع مناقشات مع ضمان الصحه في هالموضوع. في نقطه ثانيه دكتور بس مهمه جدا ذكرتها ونسيت اعلق عليها، انا موضوع الاندماجات اليوم. ترى الان ترى في سبورت من الدوله للاندماجات، ترى يمكن الخسائر ليست فقط مجرد سوق التامين او غيره، في اشكاليات اقتصاديه، في اثار كبيره، في يعني عدم القدره الماديه، الكفاءه الماليه، المانجمنت ايشوز، في اشياء كثيره. فلذلك ترى احنا اليوم ترى وي ار سبورتنج الاندماجات بحيث انها تكون كذا، وهذا اللي قلته للاخوان في حتى الاندماجات في التامين، لما يكون في عندي بولينج اكبر من كذا نتوركينج في عمليه التفاوض مع التامين حتكون اقوى من اللي هو يجيك انديفيدجوالز الان اللي موجود عنده. وهذه ترى حقيقة تاسك كبير على القطاع الخاص إنه ينظر لها بسيريسنس للأمانة، وهذا اللي إحنا يعني أقول إنه الوقت إن هذا ينظر لمصلحته بالفعل، مصلحته إنه هو يكون في اندماجات واتفاقيات حتى مسألة تفاوضه ونقاشاته تكون أقوى لما يكون اندماج. هذا جانب.
الجانب الثاني وهذا اللي كنت أقوله للإخوان وسألت عنه اللي هو وزارة الصحة وتقديمها الخدمات بعد الآن دي وتكون منافس للقطاع الخاص، ترى الرؤية مختلفة اليوم. اليوم أنا أقول لكثير من الناس قد يكون هو الآن التجمعات هي سبورتيف لك، لأنه في بعض التجمعات اليوم المودل اوف كير حقه ليس راح يعمل كثير من البزنس اللي موجود في، ترى جزء منه بيسوي له اوت سورسنج يلقاه افيشنت اكثر منه ويركز على شيء اخر. وفي امثله كثيره بدات فيها في بعض السيرفيسز اللي يعطيها سواء في 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 اللابس، سواء في الراديولوجي، سواء في بعض الدنتلز، وتلقاه يركز على اشياء اكثر يحتاجها فيه، وهذه تكون تعطيه مرونه في النظام والفاينانشال انه يسوي الاوت سورسنج. هذه ايضا ترى قويه للقطاع الخاص. ودائما اقول انا الاستثمار في القطاع الخاص للجديد وليس للسابق انك لا تبني كلها على انه الريفيرال اللي بيجيك من الدوله. انت دخلت ماركت تو بي كومبيتيتورز وانت مسوي يور اون فيزيبيليتي، فبالتالي يجب انك تكون دارس وضعك فيه. انا اتكلم على مستوى الان التوسع ومستوى دراساتك والريسك اللي تسويه اسسمنت لك في هالجانب. فهذا ايضا نقطه مهمه جدا الواحد يعرفها. اليوم انا بقول لكم مثال، فيه تجمع من التجمعات اليوم يتكلم لي يقول انا عندي هدف واضح انه اللابس والراديولوجي اي والاوت سورس للبرايفت نتكلم عليها. فونس انه يلقى واحد سيرفيس جود وافيشنت، لانه وش بيحقق؟ بيحقق ثلاث اشياء اساسيه اليوم في الخدمه. يبي يحقق الاكسسبيليتي او سهوله الوصول للخدمه، والافيليبيليتي توفرها موجوده عنده، وبيتكلم على الافيشنسي والكوست افكتيفنس اللي هي الفعاليه والكفائيه والتكاليف حقته. حقق هالثلاثه هو بالكونسنس وفوكس على اشياء كثيره اكبر وعم عنده. طيب دكتور ابراهيم، بالنسبه لانتم عندكم طبعا لما في بدايه حديثك ان في لجنه استشاريه او ادفايزري كوميتي للمستثمرين، دخل السوق الان اكثر من شركه كبيره في السوق تستحوذ، هل انتم تقابلتم معهم؟ هل هم وضعوا التصور؟ هل هم مثلا، لانه كثير من المستثمرين المؤسسات الصغيره والمتوسطه تنقصها كمان الاكسبيرينس في قضيه الاندماج، في ايش مصلحته واهميته، قضيه استمراريه العمل نفسه، المؤسسه تستمر او ما تستمر، يعني كل الاشياء هذه هي الكونسيرن او مفهوميتها او معلومياتها او الاكسبيرينس عندنا ليميتد فيها. هالشركات اللي قاعده تجي من برا وصارت معاكم، هل صارت لكم لقاءات؟ هل صار في يومها وركشوب ممكن يصير من طرفكم من طرف الشركات تتعاون معكم بحيث تكلير اب هالاشياء هذه كلها، بحيث ينور صاحب المنشاه الصغيره والمتوسطه بالاستشراف المستقبلي، حتى اللي ما عنده الفكره الاندماج وانه يروح خاصه انها مؤسسات يعني فرديه او عائليه، انه لا ترى المستقبل حيتغير، فإن لم تتقدم تتقادم. فيعني كمان هذه ما قد يعني سمعناها من منكم، أو على الأقل إذا في شيء عندك في بالك أو شيء تطرح الأخوان نستفيد منه الآن. هو شوف يا دكتور، حقيقة جميلة، وقلت لك اليوم هذه ترى من خلال الفترة الماضية اللي مركتها في الاستثمار لقيت أن هذه خطوة مهمة جدا نسويها. هو we don't implement it yet، لكن هذه من الأساسيات. أنا ودي أوريكم كاميرا كاتبها ترى على القزاز عندي هنا في المكتب، هذه هي الثلاثة للزملاء كلهم. فاليوم إحنا هذه مبادرة أخذناها جديدة، إنه قبل we have to go for this process، يعني سميناها رحلة مستثمر. الرحلة تبدأ حتى لو ما جيت تراها hours، أنا أجلسها معاك لأدفايزك اللي قلتها في البداية، ترى التحول القطاع الصحي بيكون كذا، عندي المعلومات الداتا ترى كذا، ترى عندي الموجود كذا، ترى اللي في البايبلاين في السيرفس حقك اللي تفكر فيه ترى كذا، اللي طالبين التراخيص ترى كذا، أشياء كثيرة، المناطق المحتاجة أكثر كذا. بعدين اتخذ قراره with his own risk visibility اللي المفروض سواها. تأتي المرحلة الثانية اللي قلنا البروسيسنج حقتها، واللي هي كيف التراخيصك وكيف أمورك وش تحتاجها وش تحدياتك وش أمورك. بعدين المرحلة السبورتف والدعم، ترى اللي هذا للجديد لا يعني أنه اللي موجود في السوق لا يمر خلال المرحلة هذه. حتى اللي موجود في السوق ترى عندي تحديات يا أخوان، يقول مالية، أنا عندي تحديات اندماجات، أنا عندي تحديات كذا، إيش الأدفايزينج يو وير أي جون جو الآن، وش اللي هل أغير جزء من النشاط، هل يشت داون بعض الأنشطة، هل ترون أنه التوجه واضح لكذا، هل
This is also ما يعني إنه ما يدخل مع التوجه هذا حتى اللي موجود exist. فهذا تنظيم جديد إحنا الآن موديل مو جديد بس موديل انتهجناه في منهجية المشاريع القادمة واللي موجودة. وهذا حناخذ عليه اللقاء من الأسبوع القادم مع الوزير عشان ناخذ الأبروفل والسبورت عليها وتبدأ نطرحها إحنا حقيقة ونعلنها للقطاع الخاص إن هذه منهجيتنا في الاستثمار الجديد أو القادم، مع أنه كان يعمل اليوم بس يمكننا ما هو محدد ب ب ب ب إيش أقول لك خطوات عمل واضحة وبروسيس واضحة. طيب دكتور عمر عندك شيء تطرحونه؟ ما أنا شايف من الزملاء الحقيقة كيف يشاركونا ما خلوني بسألكم أنا كل الوقت تسألوني الحين أنا طيب إحنا نسأل الحكومة إن بسألكم أنا ودي بكم بطرح لكم شيء طيب أنا الحين ودي أطرح لكم شيء يعني أطرح لكم نصيحة تفضل طيب سؤال الآن ودامنا نتكلم على موضوع الـ 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 الاستشارات والأشياء وهذا يمكن بيكون لقاء أيضا مع لجنة المستشفيات الخميس القادم وأريد أطرحها برضو هنا ما نشوف الاستثمار بشكل عام في المنتل هيلث ودرجز أديكشنز ومنتصف الطريق للقطاع الخاص. سؤالي إيش هي سبب العزوف في هالمجال؟ يعني هذا واحد. طبعاً I have my own answers لكن ما بي أنا اللي أقوله. أبي أسمعه. اثنين إيش التحديات اللي توقعونها أنها تواجهكم وما تخليكم تدخلون هذا المجال؟ وش تتوقعون إذا بغيتوا تدخلون من هالمجال؟ إيش اللي تتوقعونه من الوزارة أو الدولة بشكل عام إنها سبورت؟ ليش؟ لأن في جابس في هذا المجال. اليوم لو أعرف الجابس اللي موجودة أقدر أنا أحددها لك، يعني أقدر أقول جابس في المنتل هيلث، منتصف الطريق، في الإكستندد كير، في الرهاب، هذه موجودة جابس واضحة الآن. فليش ما فيه الفوكس عليها؟ هل لأنه والله الأوبريشن حقتها صعب والريفينيو والإمباكت حقها لا ما هو يوازي، يعني difficulties في الأوبريشنز، يعني whatever. فهذا سؤالي الآن استفساري. الحقيقة قبل يمكن ساعتين كنت مجتمعين على موضوع المنتل هيلث وكيف الاستثمار فيه مع بعض الزملاء. يمكن احنا زرنا بعض الدول الشقيقة بهالموضوع. أكبر تحدي كان عندهم هو التشريعات، إنه كيف تكون التشريعات، لأن كان تعرف الأدكشن وغيره تتدخل فيها وزارة الداخلية، يدخل فيها يعني بعض الجهات المعنية ويصير فيها نوع من الضغوطات على بعض المستشفيات. فزرنا بعض الدول وشفنا نفس الإشكال اللي عندنا عندهم. فإذا وضحت التشريعات أنا أعتقد إنه كثير من الأشخاص حيدخلون في الهيلث، خاصة إنه في جاب كبير في هالموضوع. النقطة الثانية، هل وزارة الصحة تدعم في هالمجال؟ شركات التأمين لها يعني مبالغ محددة في قضية المنتل هيلث، فما تقدر تعول عليها كثير، إما يكون عن طريق البيمنت كاش أو عن طريق وزارة الصحة. وتعرف احنا عودين على وزارة الصحة أن هي دائما الممول الأكثر للقطاع الصحي الخاص. فإذا وزارة الصحة لن تنافسنا في هالمجال وتطلب من القطاع الخاص الاستثمار في المنتل هيلث وتحط الكرايتيريا ويصير فيها توزيع للمناطق، أنا أعتقد أنه كثير مستثمرين إذا وضحت التشريعات ودعم القطاع الخاص بهالتشريعات، أنا أعتقد الكل قاعد يفكر فيها الآن، وكلنا الآن متعطشين للتشغيل قضية مستشفى سابق المنتل أو السايكاتريك هوسبيتال، كلنا قاعد نشتغل كيف نقدر نؤسس شركات عندها الإكسبيرينس من الآن في تشغيل المنتل هيلث هوسبيتالز أو كلينكس. قضية الـ in between hospitals والكلينكس ما زال ممكن في شركة أو شركتين بدوا يدخلوا في هالمشروع وإحنا قاعدين يعني نتعاون معهم، لكن العزوف كان ميلي من التشريعات. طيب إذا كان جزئية مهمة عندنا، أنا أقول لك مثلا التشريعات صدرت وصدر أيضا الـ محدودي او اقول لك اوف تيك اجريمنت لجزء معين منها لبعض الحالات. هل ترى هذا كافي يا دكتور انه تخلي القطاع الخاص يقدم ويبدا في هالمشاريع؟
انا اعتقد انه حيقدم، لان الان يمكن في 2 أو 3 من البيج بلايرز موجودين في السوق قاعدين نتناقش في الموضوع. فاعتقد انهم الكل قاعد يمشي، يعني احنا كنا مفكرين فيه من 10 سنوات، بعدين ابعدنا بعض ما شفت التشريعات صارت كلير، بعدين دخلنا مره ثانيه لما بدات التشريعات يعني تطلع وتتحسن، زرنا الدول الاخرى في سبيل انه كيف نوصل. فاعتقد لو طلعت فعلا كلير التشريعات ووضحت الاستثمار فيه والدعم من قبل وزارة الصحة، أنا أعتقد أنه كثير منهم يفكرون. أكيد معي الدكتور سليمان، معي الدكتور سليمان الحمد حاضر هنا، مدير عام التراخيص من زملاء، وده بعد يعلق على هذا الموضوع. يا الله، أسعد الله مساكم بالخير والمسرات، كيف حالكم؟ انا ودي اسال الدكتور خالد، هل الان اطلعت على اخر التشريعات في علاج وتاهيل المدمنين؟ لانه احنا فتحناها على المراكز وليس مستشفيات. الان في المركز ممكن تسوي ديتوكس وتسوي مبيت من اخر لائحه صدرت. نعم، وهذه سهلت كثير. اول كنا فقط في المستشفيات، مقصورة على المستشفيات، الآن في مراكز، خذ لك منتجع واشتغل، والله يقويك وحنا ندعمك. أبو ثامر، أعتقد أنه هذا التشريعات الجديدة الآن يمكن تحل إشكاليات، وأنا مثل ما قلت لو إبراهيم قبل شوي أنه في بعض الأخوان خطوا خطوات وأخذوا بعض المنتجعات وصار فيها رينوفيشن، والآن بدوا يستقطبون على بعض المرضى سواء كان في الرياض أو كان في جدة. أعتقد أنه بدأت الأشخاص يتجهون بالتفكير في الاستثمار هذا، وأعتقد الآن بعد سماع منك ومن الدكتور إبراهيم أعتقد أنه الجميع قاعد يفكر في قضية الاستثمار، إذا فعلا مثل ما تفضلت وإذا التشريعات أصبحت واضحة، الدعم أصبح واضح، في جاب كبيرة أعتقد أنه والمستقبل يعني نستشرق أنه كثير من الأمراض المستقبلية نتوقع أنها تزيد ما تقل في قضية في القضية هذه، وهذا حسب الستاتس اللي شفناه. فاعتقد انه جود اذا كان وزاره الصحه هتقول انا ما راح اسوي ولكني حدعم وححط التشريعات، انا متاكد حجيكم من كبار المستثمرين في القضيه. دكتور صحيح، بس انا اتكلم ترى حتى ليس فقط ديتوكس، اتكلم على ايضا منتصف الطريق، هذا بارت اوف ات، وهذا يكون ايضا مشمول من السكوب حق المنتل اللي احنا نطمح له اللي موجود عليه. فهذا كان سؤالي، وتفضلوا اذا عندكم اي شيء. خلاص سوينا بريك كسؤال من عندي انا. سبحان الله، يعني انا سبقتني بالطلب هذا لانه كان في طلب متغاير، انه صراحه كانت في رده فعل المستثمرين بعد ما سمعوا انه احتمال تغيير اللائحه ودخول شركات التامين بشراء المجمعات او بافتتاح مجمعات طبيه، ف صار كثير من المستثمرين بالقطاع الطبي بالمؤسسات الصغيرة أنه صاروا يعرضون مجمعاتهم الطبية للبيع، لأنه يقول لا أنا ما أقدر يعني أنافس الشركات الكبيرة مثل شركات التأمين. سؤال سبحان الله أنت جاوبته، إيش البديل اللي تطرحه على المؤسسات الصغيرة المتوسطة أنه تستثمر فيه؟ فأنت جبت لنا الاستثمار هذا اللي فرصة الآن الأخوة الحاضرين أنهم إيش يشاركونا، وأنهم يفكرون يعملوا دراسات على هالاستثمار هذا. من ضمن النقاط اللي كانت برضو أرسلوا لي على الخاص، يعني كثير ناس فكروا بالاندماجات وحاولوا لكن لها آلية وفي صعوبة لاختلاف الرؤى واختلاف الأفكار. الرسوم أيضا اللي أزعجت الجميع، رسوم منصة صحتي اللي كل يوم تفرض رسوم جديدة وتزيد بالرسوم، مع أنه كانت بالفكرة بالبداية أنه كانت رسوم بعدين تتوقف وتكون بدون رسوم. ومن ضمن هذه الرسوم اللي هي التقرير الطبي تقريبا 20 أو 25 ريال، الطبيب يأخذ بالكشفية مثلا مع شركات التأمين وصلت إلى 15 ريال. طيب إذا جاء طلب منه تقرير طبي أو فحص أو تقرير إجازة، نقول له مثلا نضي يطلب منه 25 ريال، يقول لا انا اكتشف عندك كل جاي زياره عندك اليوم، كيف تطلب مني مبلغ على زيارتي او على تقريري؟ فكانه خدم المراجع او المريض مجانا، لا ودفع فلوس فوقها لما تكون بالذات مع شركات التامين. اتمنى ان يكون في اليه حتى للتسعيره، يعني لانه وعدنا من سنوات سابقه مع وزاره الصحه ان تكون في اليه على التسعيره للمجمعات الطبيه.
تسعيرة أو شيء موجودة لكن غير مثبتة. شركات التأمين تطلب خصم يصل إلى 50% على جميع الكشف وعلى جميع الخدمات، وبعدها يسوي لك ريجكشن 10% وفي اليوم ريبيت و 3 إلى 5% تعجيل دافع، بالأخير يطلع الخصم حول 65%، فيطلع بالخسارة، وهذا يؤثر على تدني مستوى الخدمة. هذه دائما الهموم اللي دائما تحدث بالقطاع الخاص صراحة، وهذا اللي دائما كانوا يتمنون انه الاستثمار يساعدونا على موضوع رسوم منصة صحتي، على آلية بالتسعيرة مع مجلس الضمان الصحي، وعلى لانه ما اخفيك هي ثلاث شركات كبرى التعاونية بوبا متقلفي اللي تقريبا ماسكة 80% واكثر من السوق وتتحكم بالاسعار والخدمات مع الشركات الطبية. ايضا في مع الدكتور احمد المحادق على موضوع اللي من شويه ممكن يتدخل بعد جواب هذا، الله يحفظك. شكرا لك دكتور. خليني بكون معك صريح، يعني اليوم اتفق يمكن في بعض الرسوم والاجراءات، وانا كنت لما شفت تاكدت ان في طبيب 10 ريال قلت ليش جالس الان يقبل تامين هالمركز. برضو ترى على فكره اليوم انا معليش ندعم الاستثمار، بس كلكم تتفقون معي انه ترى مو كل مره استثمار تفتح لك عياده وتقول استثمار وابغى اول ذا سبورت اللي احتاجه. اليوم تبغى يعني سيرفس متكامله، يعني عرفت وش اقصد يا دكتور عشان الامباكت حقها. يعني الخدمات الصحيه ليست خدمات اخرى ثانيه، لابد لها مستوى جوده معين، مستوى استثمار معين، مستوى ضخ معين، مستوى قوة عامله معين. فما اتوقع اني ترى كل شيء اصرف افورت وتنظيمات وتشريعاتي على اقول 20% و10%، بعض الناس حاط لك يعني كلينك واحده مثلا وعنده اشكاليات فيها، ولا تو كلينكس ما تغطي لي الحجم. فاليوم احنا في تشريعاتنا وتنظيماتنا وتسهيلاتنا لسنا نستهدف يعني لاير معين، علشان انا انزل مستوى في تشريعات معينه علشان احقق لللاير هذه اللي موجوده. فوي نيد تو كوركت، يعني عشان كذا الدعم ليش اقول لك الدعم للاندماجات هيعطيك ترند. يعني انا اقول انا كيف الان كلينيك تسمح انها توافق ب 10 ريال؟ ما يمكن. انا بفكر كمستهلك او كمريض وش حجم الدكتور ذا، وش مستواه، وش مستوى هذه الان اللي جالسه تسوي فيه الان على انك تقبل ب 10 ريال. هذا جانب. اثنين، ولا يمكن اصل لها. اثنين، زي ما قلت اليوم أنا لابد أوجه السوق ولا أتحكم فيه، أوجهه لاحتياج أساسي عندي. مثلا لما أجي أجد يعني حاضر بعضهم، لما أجي أقول للناس كلكم اطلعوا أسنان 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 أسنان، يجب برضو أنه ترى يتحكم في السوق بحيث أنه ما يكون عندي إمباكت عليهم خسائر لاحقا ليتر أون. حتى كنا اليوم نناقش الأسعار، صحيح الأسعار ما تتناقش ولا يمكن لأنها أسعار، لكن الفاريشنز في الأسعار اللي واضح هذا يدعوني برضو ترى أنظر للمستهلك أيضا للكاش والمستهلك. خلاف التأمين قد يكون راديكال في عملية التعامل في بعض الأسعار، لكن أيضا خلو التنظيمات والتشريعات واللي هي الباندرز أو الحدود لها ترى هذا برضو حيكون إمباكت سيء في المدى الطويل على مقدم الخدمة من القطاع الخاص. فكل هذه زي ما قلت إنها يجب أنه ينظر لها، ما تغفل اليوم، بس فقط مجرد أوجه كل إشكاليتي في سيرفس لاين معين وعلى مستوى معين ما يخدمني كثير في تقديم الخدمة والرؤية اللي أبغاها لاستثمار القطاع الخاص الآن اليوم عندي. فهذا جزئية قد تجاوب على شيء، لكن ما يمنع أنه بالفعل أنه حتى على المستوى الكبير تراجع إذا ما هي منطقية ودافع، ولا يمكن تقول للمريض ادفع كشفية ثم عشان تعاد فعلي عشان تبي تقرير وعلشان كذا، هذه ممكن تناقش. لكن أنا بتكلم على جزئية الاندماجات وخسارة بعض المنشآت، خلي أقول لك قد تكون متناهية الصغر أو صغيرة لدجماء وأعطيها أبغى منها جودة معينة وسيرفس معين تعطيني، يعني الأدد فاليو لها في السوق في الاستثمار الصحي لا يتوازى مع الآن الدعم أو السبورت اللي أنا ممكن أعطيه مع جهات متوسطة وكبيرة أفضل لي للسيرفس اللي تغطيها من كذا. عرفت شو أقصد يا دكتور؟ يعني أتمنى أنها تكون وصلت رسالتي. إحنا وي سبورت كل السيرفسز ومفتوحة كل المستويات، لكن لا يمكنني أركز كل جهدي والإمبروفمنت وأنسى الكبير والمتوسط على شيء
يعني مجرد استثمار تلقى سكيل حقه امباكت حقي في الايكونومي والتطور والاكسسبيليتي والافيلابيليتي محدود لي انا. دكتور عمر من اللي بيرد قبل شوي قلت لي من الاخوان احمد، بس انا كثير جتني رسائل انه مو قادرين يدخلون، حتى حابين يشاركون بس مو قادرين يدخلون. الهوز عندي دكتور ابراهيم الان. لا انا ما عندي كل شيء، انا ما بعندي ايش دخلني انا الحين دكتور، ما له علاقه، انتم الهوست. لا ادخل من عندك الان، لما تحولت لما فتحت لك الكاميرا اجل عقدتوا كاميرتنا عشان انهم يرجعوها لكم. انا ما ادري والله كيف، ترى لا تقنيا سيء انا فيها. هو رد الدكتور كلمني الان يقول انا من قدمت على، كان عندي موقع وقدمت عليه وزاره الصحه على منتجع خاص بالعلاج الادمان، واشتراطات وزاره الصحه او وزاره الصحه ما وافقت لي. يعني هذه من الاشياء اللي كان الردود. يعني هل عنده المشكله في البلديه ولا في الصحه بيرسي؟ مع اعتقد الصحه ما وافقت له، مش عارف عاد وش السبب. عموما يعني الكيس هذه نقدر يتواصل معنا مباشره الدكتور ونشوف الكيس. ما عندنا اللي انا حابب برضه اوصل له انه فعلا يعني مشكورين اداره الاستثمار بكالة وزاره الصحه، دائما مفتوحه الحمد لله للجميع. يعني وانا قلت لكم بالبدايه اني شاهدت مجروح الدكتور ابراهيم، ما سبق اني طلبت منه شيء، والدكتور سليمان والاخوان بالاداره فعلا الا يلبون او يعطونا حلول يعني الحمد لله. فاتمنى انه دكتور من الشكاوى تكون في اثباتات لما يصير. يعني الان البارح باجتماعنا حتى على الالتزام، انا اتمنى يكون عندنا اثباتات على المشكله الحقيقيه، ما نكون نتكلم بحاجات غير موجوده فعلا. يعني نبغى حقائق عشان نقدر نوصل للمسؤول ومع الوزير انه هذه هي المخالفات وهذه الاخطاء اللي تقع على الاداره المختصه. انا دكتور لو سمحت لي دكتور لو سمحت لي زي ما قلت لكم، شوف اي علاقه في الوزاره زي ما قلت لكم احنا اليوم شركاء، وترى اعني هذه الكلمه. اليوم تبغون تقولون نرتب مع التزام، انتم نسقتم مع الاخوان في الالتزام وضعتوهم، ممكن تبغون احنا ننسق لكم نسقنا لكم في اي جهه في الوزاره، ترى ممكن تبغون في سي اتش اي، انا تكلمت ترى باسمكم ذاك اليوم وقلتها، تجلس على طاوله واحده. لكن زي ما تفضلت اليوم، انا ودي ايفيدنس بيز كيسز، ترى هذا اللي صاير عندنا كذا، ما هو مطلق عام يعني اليوم، يعني هذا جزء وهذا يفيد، ليس فقط مجرد تشكيك بقدر ما هي يفيد examples. اليوم زي ما تفضلت الآن ذكرت الدكتور ما قدر الترخيص، نقول له تعال عطني بالبليز ونجلس معاك ونشوف. يعني لأن هدفنا، ما عندي أي هدف أن يمنع ما أعطيه التصريح، لازم أعطيه التصريح، بس قد يكون في شيء ما فهمه من عندنا أو أن احنا ما فهمناه أو مو من عندنا، فيكون أيضا تواصلهم مباشرة معنا ولا عندنا إشكالية فيها. في دكتور سليمان بس بيعلق على نقطة بس خاصة بهالموضوع إذا سمحتوا لي. في مراكز التأهيل المدمنين تواصلت، كلفت أحد الزملاء تواصل معهم واحد واحد، يمكن حوالي 60% منهم كان إشكالية عند البلدية، وكانوا البلدية ما يوافقون على المكان بعدة مسببات مثل منطقة استراحات، منطقة مزارع، مو منطقة استثمار، مو منطقة تجارية، وهذا اللي أخر البلدية. ولا من عندنا جيب موافقة البلدية والكوادر وابشر بسعتك أنت وغيرك، الله يحييك. وعلى فكرة ترى يعني شيء بشيء يذكر، ترى دورنا حتى مع الجهات الأخرى إذا ما شفنا منطقية في عملية الرفض، ترى إحنا ممكن نكتب للبلدية، نكتب لذا الاحتياج موجود. وفيه ترى حصلت يعني اليوم كيسز على واحد بيستثمر وقال عنده إشكالية في تحفظ في الهيئة الملكية لمدينة الرياض، كتبنا لهم ونعطي وجهة نظرنا فيها وعطينا الصورة لأمنها. فاليوم احنا ترى هدفنا زي ما قلت لكم نتطلع لنساعدكم في الاستثمار بما يتوافق مع أهدافنا واستراتيجيتنا ورؤيتنا. وعلى فكرة زي مثلا لو يجي واحد ويستثمر ويفتح كثير، ترى من ضمن الأدفايزري نقول له ترى والله this is risk you have to revisit it again، عندك انت روح شوف، بس ما أقدر أي كنترول. هذا هدفنا صراحة يا دكتور بلجنة المنشآت وغرفة الرياض، توصيل اللي أنتم تتكلمون فيه إلى المستثمرين بالقطاع الطبي، إنه ترى يعني حتى معاناتكم نفس معاناتنا. إحنا صراحة حتى المستثمرين يقولون لنا إيش سويتوا لنا يا اللجنة الطبية، إيش عملتوا، وحنا فاتحين الباب للجميع نقول تعالوا شاركوا معانا، اللجان موجودة، الفرق العمل موجودة، بابنا مفتوح، غرفة الرياض هي غرفة للتجار، نتمنى أنكم تشاركونا.
فحنا حابين الديوانية هذه هدفها إيصال المشاكل اللي عندنا وعندكم مع بعض، وحنا زي ما تفضل دائما احنا نقول شركاء للنجاح مع بعض بإذن الله تعالى. بإذن الله بإذن الله. يمكن آخر موضوع نطرحه عليه خاصة للزملاء الظهر مقادرين يوصلون لنا، قضية المستحقات. المستحقات القطاع الصحي الخاص الحقيقة، ويعني فيه كثير من المستشفيات تأثرت الحقيقة في عدم السداد بأوقات محددة، وهذه كلها التزامات مالية، ونرجو أنه يعني الاستثمار أو أنت كممثل قطاع الصحة الخاص يكون لكم دور في هالمجال، على الأقل لو كان في، إن لم يكن في payment على الأقل يكون في فاوتشر، في اتفاقية، في عقد نقل سريع. بعض الزملاء يطلبون مثلا نحطه للبنوك، ترى احنا عندنا فاتورة حتوصل حتدفع بعد فترة، والبنك يقدر يعطيك عليها تقدر تمشي شغلك، لو يعطيك 80% وبعدين تواصل معه. ترى الحقيقة هذه طرحت في أكثر من لقاء وإلى الآن ما وصل الحل، والمدفوعات لم تتم على ما يتوقع المستثمر. طيب كده عندك احزاب الموضوع، تفضل. انا صحيح، ودائما انا اقول اي شيء اطرحه، ترى ما عند، انا بقول لكم بما البيرسونال بيهافير حقي لازم اكون شفاف واطرح في كل شيء. يعني اليوم انا ما بعد عرفت الاشكاليه، قلت لكم من السبورت حتى والله عيننا احد في الوكاله بس كوردينيتر للاستحقاقات الماليه يتابعها. يعني اليوم احنا ترى من السبورتيف، ونرسل ايميل لكم ونقول اي مطالبات على الايميل هذا بيكون، وفي فوكال بيرسونز موجود، وحيكون في مدير علاقه للمنشات، مدير علاقه للمستشفيات الكبيره، مدير علاقه للتجمعات، مدير علاقه للاذر سيرفيسز اللي نتكلم البصريات والمختبرات وغيرها. الهدف منها اني بقول تعال هذه الحقوق في نواقص، نتكلم غير شراء الخدمة، خلاف شراء الخدمة في حقوق ثانية وشراء الخدمة. حتى شراء الخدمة طلبنا أن الزملاء نجلسهم مع شراء الخدمة اللي عندهم، ويمكن ترى مستشفيين أو ثلاثة أرسلوا لي وجاهم رد واضح متى بيدفعوا لهم، متى وقتهم، صدرت أوامر الدفع والأشياء، بس ما جاتنا الآن لحد. فأنا الآن من المنبر هذا كل أحد عنده مطالبات لابد يكون فيها رد، يا مالك حق فيها، يا لك حق، يا الآن تنتظر للصرف، بس أهم شيء ما توقف عندي، ما في شيء اسمه معلق ومتروك كذا بشكل غير واضح، لابد يكون في وضوح. أما في دعم للبند وهذا ننتظره من وزارة المالية، وهذا أيضا ترى على فكرة حنتابع وزارة المالية، ليس فقط بس مجرد وزارة الصحة، حنتابع وزارة المالية إذا كان موجود وزارة المالية ونكتب. والأمانة معالي الوزير قالها لي وبصراحة، قال أي دعم تبغاه مني فيما يتعلق بالقطاع الخاص ودعمهم ترى أنا جاهز، وهذه حستخدمها أما في مخاطبات لأصحاب معالي، أما الرفع بأشياء كثيرة، أما في بعض اللائحة التنفيذية وفلكسبيليتي حقتها، أما فهذا اللي جالسين نشتغل عليه الآن. فدكتور خالد إجابة على سؤالك، إحنا اللي بيطلع بعد الأسبوع القادم التنظيم هذا حنرسل إيميلز نقول هذا للدعم، وهذه اللجنة ممثلة بكذا للسبورتيف، وهذه للإجراءات، وفي إيميل واضح للي استفسار من أصحاب الشركات برضو الطبية والصيدليات، إنه التحديات اللي تؤثر في القطاع اللي لم تأخذ فيها رأي المستثمرين، موضوع نبكو والتوطين. يعني موضوع نبكو أثر لأنه كثير من المنشآت لما تطلب حاجة معينة من المصانع استهلكت طلبها طلب أكثر اللي هو شركة نبكو. فأيضا عامل الربحية عند نبكو مثلا 6% بينما القطاعات الأخرى تأثر عليها. هذه الأجهزة الطبية والصيدليات السؤال. أي هذه زي ما قلت في بعض الأشياء ما نقدر يعني ما أقدر أفتي فيها في جلسة، لكن الهدف الأساسي اليوم أنا اعتبروني ما نقال كونسيرج لكن جزء لكم، إحنا مع الجهات الأخرى خلنا نقول مثلا مع نبكو عندكم كونسيرج تجلسون مع نبكو ونجلسكم معهم ونجلس للأصحاب اللي موجودين This is our concerns، احنا عندنا الاشكاليه الفلانيه في التجهيزات. يعني اليوم انا كجزء حتى المصانع الان الادويه ومصانع غيرها نفس الشيء، اذا في شيء ريليتد لهيئه الغذاء والدواء انا ادخل معاهم ونقعد نكون احنا زي الكوردينيتور والسبورت لهم. فكل شيء زي ما قلت يطلع تحت السبورت، اذا هو مالي بيكون من جهه اللي تسبورت في الماليه، اذا هي اجرائيه
عند حقة اللجنة الإجرائية اللي موجودين يساعدونهم فيها هم حق العلاقات. إذا هي استشارات ونصح وداتا حيكون عند اللجنة. أيضا نفس الشيء التوطين، الآن يشترطون 20، يتفاجأ لما توفر 20 خلال 3 شهور قالوا لك 30، فمتسارعة الطلبات والاشتراطات يعني مع التوطين. الأخوان هنا ما شاء الله يشكرونك برضه يعني، ويقول يا ليت نتمنى الدكتور يساعدنا دكتور إبراهيم بتحديد موعد اجتماع مع نبكو ومجتمع آخر مع الالتزام. أبشر أنتم طلبتوا من عندكم أوفيشالي، إذا ما ردوا عليكم أنا أنسق معهم بإذن الله. بالنسبة الأخوان بيبادرون، أنا متأكد بيبادرون كلهم يعني ما فيه. تفضل دكتور إبراهيم. دكتور إبراهيم الحقيقة إحنا شاكرين لك جدا، وأنت الآن خليت بابك مفتوح مثل ما كان من زمان وحيستمر، وأي صعوبة جهنا في أي وزارة نعتقد لنا حق نقابلها، إذا ما استطعنا الوصول لها أكيد حنتواصل معك تساعدنا في الموضوع، وأنت أبديت الاستعداد وهذا الحقيقة كرم منك. وفي نهاية اللقاء أتمنى أنه دائما نراكم بخير في وزارة الصحة، ونتمنى لكم التوفيق، وإن شاء الله نكون شركاء حقيقيين، وإحنا شفافين وأنتم شفافين. كل ما سمعته ترى هذا مني أو من الدكتور عمر هو عبارة عن مجموعة أسئلة وأفكار من الزملاء على مختلف القطاعات، فنتمنى لك التوفيق. وشكرا يا دكتور إبراهيم، وشكرا لك يا أبو ثامر أيضا في المشاركة. الله يعطيكم العافية، وسعيد بلقائكم، وبالعكس وليس هذا كرم بل هذا واجب يا دكتور اللي إحنا نعمله معكم، واحنا دورنا يعني للامانه يعني وجدنا هنا علشان سبورت، صحيح في التنظيم لكن ايضا سبورت، وان كنا يعني تسمحوا لنا ما ادركنا كل تطلعاتكم كلها، فاحنا اكيد لا شك ان بنحاول نصل لكل تطلعاتكم اللي تحتاجونه والدعم اللي تحتاجونه. جهات اخرى زي ما قلت لكم ابدا احنا مستعدين، صلاحياتي اللي بصلاحياتي اللي صلاحيات مع الوزير صلاحيات مع الوزير مع النائب مع النائب واتيفر الان اللي احنا تحتاجونه مع جهات أخرى، وهذا عملناها ترى اكسرسايز. ودي أنا دكتور لو سمحت لي دائما أنا أحب أنه اللي نتفق عليه، فهل تبغون أن نلخصها هذه ونبدأ نرسلها لكم أو من عندكم وتعطونا عشان نعتبرها يعني عشان ما تكون كلام ونلتزم إحنا بكلامنا أنه هذه الجزئية الفلانية والمانديت ومن كل ينفذها وش المطلوب من عندنا وش المطلوب من عندكم، وبالتالي نطلع النكستيب. ترى على فكرة لقانا في المستشفيات الخميس القادم محضر وش سويت في الطلبات الأولى، لازم نطرحها وحنطرحها. فنفس الشيء إذا كان في شيء خصوص المنشآت نضعها ونقول لكم هذا والله عملنا في هذا، ترى ما لنا في حل ما نقدر، فلازم إحنا هذا مالكم يعني وجهة نظر مي بصحيح لأنها تتعارض مع كذا، فلابد أن نغلق الموضوع نقول اللقاءات مع الجهات المعنية أبشروا إذا ما زبطوكم موعد إحنا لكم الآن أن نضبط موعد لكم. ما قصرت. الله يحفظكم جميعاً، سعدت بكم. شكراً لك، شكراً. مع السلامة. شكراً إبراهيم، يعطيكم العافية. نهاية هذا اللقاء في ديوانية غرفة الرياض، أحب أن أشكر الدكتور إبراهيم العمر وكيل الوزارة المساعد للاستثمار، والدكتور خالد العنزي رئيس اللجنة الوطنية الصحية بمجلس الغرف السعودية ورئيس لجنة المنشآت الطبية في غرفة الرياض. نسعد بكم ونراكم على خير. مع السلامة، في أمان الله.